بسم الله الرحمن الرحيم. مع بداية هذا الأسبوع ابتدأت التدريسات في مختلف الجامعات والكليات العراقية، ومنها كلية الطب جامعة البصرة. فقد ابتدأت قبل 3 أيام المحاضرات النظرية والتدريسات العملية عن طريق التعليم الإلكتروني. وما يخص فرعنا ابتدأت هذا اليوم التدريسات العملية الواقعية، حيث قسمت طلبة المرحلة الثانية إلى 12 مجموعة من أجل المحافظة على الإجراءات الوقائية ضد مرض كورونا، حيث يقسم الطلبة إلى مجاميع صغيرة مراعاة للتباعد الاجتماعي. وكما ترون في هذه الصور، الآن عندنا تجربة للدرس العملي لطلبة الصف الثاني، مع الشكر الجزيل.